Hello, what is up you guys? It's Jasmine, welcome back to my channel. دخلوا لا دوزيام بارتي تاع لا سيري تاعنا ميني سيري اللي هي قلنا كيفاش نعرفوا لي زاناليست تاعنا واش حبوا يقولوا على صحتنا. دوك المره اللي فاتت درنا على لا فانس اللي هما واش كاين في مكونات الدم. هاد المره ندخلوا ابوبخي لا بيوشيمي ستاندار، واش معناتها الكيمياء الحيويه. ستاندار معناتها ماشي سبيسيال، معناتها كاينين باسكو ستاندار معناتها اون جينيرال كيما حنا نقولوا البارامتر الاساسيين في الدم ديالنا ولا في الكور ديالنا. بيان سور كيكون كاين حاله خاصه يدوموندي لكم بيوشيمي سبيسياليزي اللي هما يحوسوا على حاجه واحده اخرى سبيسيال في الكور ديالكم. دونك احنا بار اكزامبل الحاجه الاولى اللي تقراوها هي الجلوكوز. وشنو هو السكر؟ لا هو سكر العنب، مي هو السكر اون جينيرال. دونك القيمه اللي عندنا هنايا بار اكزامبل هي 0.78 غرام بار لتر. بيان سور اللي هي نعرفوا بلي قيمه عاديه جدا باسكو لا فالور يوزوال هي انتر 0.65 و 1، ولا كاين اللي يقول لك حتى يلحق 1.12. دونك هنايا معناتها الحاله راهي طبيعيه. مي اون كا او بار اكزومبل ناقص، معناتها عندنا ايبوغليسيمي، كي تكون ناقصه غير بشويه على الفالور يوزوال هاي سافا سا بو باسي، مي اون دو كونسومي ان بو دو سوكر قدامنا الهيكات. مي تلحق زعما بار اكزومبل 0.5 0.4 هنا قد تقدر تصالك حاله اغماء. كي تفوت تسمى اون هايبر غليسيمي، معناتها فرط في السكري، وهنا سي تري دونجورو. سا ديبون سوا اون ا مونجي ترو دو سكر، سوا بعد الشر هذا الانسان يعاني من مرض السكري. ومن بعد كاين فحوصات واحد اخرين اللي يثبتوا بلي فريمون هذا الانسان اتا دو ديابيت. حاجه واحده اخرى اللي هي لوغي، هي الي اسوسي على كل حال مع لا كريا اللي هي لا كرياتينين. لازم نعرفوا بلي هادوما من عندهم علاقه تجور بالكليه، معناتها بعد شهر كان يكون كاين خلل ولا تقدر تلحق ما تكون اون سوفيسونس رينال. واش معناتها؟ معناتها الكليه هذه راهي تقصر في الدور ديالها. دونك لوغي الكرياتينين هما من نواتج العمل تاع الكليه. بار اكزومبل هنا راهي 0.27 لوغي alors que هي entre 0.15 et 0.50 donc راهي نورمال الحمد لله. كريا سي لا ميم شوز، هنا راهي 8 alors que هي entre 8 et 13 ou كذا donc c'est bien donc الحمد لله. ان بوين واحد اخر يهمكم اللي هو الكوليسترول. نعرفوه سي كوا لو كوليسترول، اللي هو نوع من الدهون يكون في الكور ديالنا. واش يعمل؟ يعمل بيان سور يخدموا به سوا الكور ديالنا يخدم به باردون لي زورمون الهرمونات ديالنا لي ستيرويد قدامنا له، ولا يعمل كناقل للفيتامينات. باغ اكزومبل فيتامين دي ينقلوا الكوليسترول. هنا في الحاله تاعنا باغ اكزومبل راهو 2.77 باردون، الوغ كو هو في لي نورم يكون 1.60 و 2. واش معناتها؟ سوا هاد لا بيرسون بالك في الفتره هذه كلات شويه زياده ولا حاجه شويه ميدومه طلع لها، ولا عندها بروبليم دو كوليسترول، هاد لا بيرسون دو كونسولتي الميدسان ديالها. حاجه وحده اخرى موراها اللي هو التريغليسيريد، تاني نوع من الدهون. وشنو الدور تاعو؟ ماشي كيما كوليسترول، مي هو كوم اون سورس تاع لينيرجي ولا اون ريزيرف دينيرجي، يروح ديريكت لي سيلول اديبوز اللي هو اللي يقولوا حنايا يدير الشحم. فوالا دونك ومن بعد احنا عندنا 1.26 alors que هو يكون entre 0.50 et 1.50 donc ça va. ومن بعد يجي القيمه اللي موراها اللي هو الاش دي ال سي والال دي ال سي. وشنو هما؟ اللي هما اللي نسميوهم حنايا الكوليسترول المليح والكوليسترول الماشي مليح. وشنو هو الفرق بيناتهم؟ واش معناتها كوليسترول مليح وماشي مليح؟ اش دي ال سي اللي هو اللي نقولوا عليه المليح يبدا بالاش، والماشي مليح اللي هو بالال. الاش وعلاه؟ باسكو يدي الدهون، هو شغل ناقل، يدي الدهون من داخل لي فيسو سونغاي ينقصهم ويديهم للكبده، طوندي كو الاخر يفي لو كونترير، يرفدهم من الكبده ولا من البلايص اللي يكون فيهم الدهون ويديهم لي سيلول دورغانيزم مرورا بالعروق. دونك وهما يتكتلوا صاصبو كو مام بعد شهر يبوشيو العروق. دونك سي صعبيها، هذا مليح وهذا ماشي مليح. هنايا عندنا 0.96 بارابور القيمه يوزوال راهي نورمال، و لو ذا باد وان اللي هو الموفي 1.56 بار الوغ كو يكون اقل من 1.60 دونك سافا. دونك هذه هي كانت كيفاش نعرفوا لي ريزولتا ديالنا. اذا عندكم دي كيسيون خليهم لتحت. ا تري بيانتو، باي باي.